رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب أصدق التهاني إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفداء يده الله ورعاه بمناسبة القرار التاريخي الحكيم لجلالته بإعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل وأكدت أن التوقيع على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل يأتي في إطار الحق السيادي والوطني والمصلحة العليا لمملكة البحرين وهي خطوة شجاعة ومهمة من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى يده الله في هذه المرحلة الحساسة لدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت معاليها إلى أن إعلان تأييد السلام سيدشن مرحلة جديدة تسودها قيم العمل المشترك بما يضمن تعزيز السلم والاستقرار والأمن لشعوب المنطقة. فالبحرين على الدوام اتخذت سياسة بناءة في دعم المصالحات للوصول إلى التسويات. منطلقه من خيارها الاستراتيجي بضروره نشر ثقافه السلام والتعايش السلمي واضافت معاليها ان اعلان تاييد السلام سيدعم جهود مملكه البحرين بقياده عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في دعم القضايا العربيه والاسلاميه وعلى راسها القضيه الفلسطينيه والتي تعتبر اولويه في تحركات المملكه وجهودها المستمره والدؤوبه لانهاء النزاع الفلسطيني الاسرائيلي وصولا الى اقامه دوله فلسطينيه مستقله ومستقره ومزدهره وقالت معالي رئيسه مجلس النواب ان البحرين تشدد على موقفها الثابت والدائم تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق حيث تؤكد الشواهد التاريخيه على ان جميع مبادرات المملكه وقراراتها تصب دائما في مصلحه الشعب الفلسطيني وحمايه مقدراته منوهه بان اعلان تاييد السلام مع اسرائيل سيسهم في مساعي البحرين لانهاء النزاع الفلسطيني الاسرائيلي وفقا لمبادره السلام العربيه وقرارات الشرعيه الدوليه واعتبرت ان اعلان تاييد السلام مع اسرائيل سيدعم نهج البحرين المتواصل والداعم لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بمقدراته وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعه وصولا لاقامه دولته المستقله فالمرحله الجديده فيها من الامكانيات والقدرات التي يمكن ان تسهم في احداث التغييرات الجذريه والايجابيه في المجالات الاقتصاديه والامنيه في منطقه الشرق الاوسط لتدشين عهد جديد من التنميه والازدهار